حنين صديقتي تسأل تقول الصمت يطور الجسد المشاعري. جدا جدا يطور الجسد المشاعري ويطور الجسد الفكري ويطور الجسد الطاقي ويطور حتى الجسد المادي. يطور حتى الجسد المادي خصوصا السكون. السكون يطور الجسد المادي كثير. فصراحة أداة جميلة الصمت والسكون أداة كثير جميلة خصوصا مع بعض. صديقتي تقول لماذا يثير الصمت اللاوعي المكبوت؟ هو اصلا يعني وهذه ناقشناها موضوع في طبقات الصمت، انه هذه الاشياء اصلا لو ما كنت انت زاحم وعيك بهذا المستوى من احداث الحياة كانت طلعت ليس لها خيار الا انها تطلع على الطاولة واحد ورا الثاني. لكن احنا نفتح انستغرام واحد ورا الثاني، سناب واحد ورا الثاني، تيك توك واحد ورا الثاني، بالتالي احنا اصلا ما حنا حاطين مجال لا لطاقتنا ولا لوعينا ولا اللاوعي، ما حاطين مجال لاي شيء انه يصحح نفسه. معنى انه احنا من الممكن جدا انه نتصحح، من الممكن ان نتصحح لو يكون عندنا مساحة نظيفة، خلنا نقول اوكي، زي لو اخذت واحد وحطيته في الصحراء من الممكن انه يتصحح اذا عنده مساحة نظيفة. لكن احنا طوال الوقت عندنا زحمة، عندنا زحمة افكار، زحمة اصوات، زحمة حركة، زحمة انجازات، زحمة ناس، فبالتالي ما يصير في فرصة للاشياء انها تتصحح او انها تاخذ فرصتها. فالصمت هو يعطيك هذه المساحة النظيفة، يعطيك هذه الدائرة النظيفة، يقولك خلاص، فتبدأ هذه الاشياء شوي شوية اللي موجود على السطح يطلع لك كذا، يعني يفتتح لك اللقاء، بعدين تنصدم، بعدين يطلع لك اللي تحته، لأنه لما يخلص الأول يطلع اللي بعده، وهكذا تستمر العملية طبقات. لهالسبب لما أصمت أشعر بالهلع، أي صيب يصير، تكلمت عن هذا في طبقات الصمت. بس مو الكل يشعر بالهلع، مو الكل راح يخاف، لكن في ناس لأنه الخوف موجود عندهم، بس هو طول الوقت مع الناس، طول الوقت فاتح السوشيال ميديا، فالخوف ما له فرصة إنه يبين، يعني ما له فرصة إنه يعني يقول أنا موجود، ما له مجال، ما يقدر يعني يعبر هذا الشعور السلبي. فكل هذه المشاعر راح تكون على الطاولة. التهرب من الصمت والسكون هل هو خوف من مواجهة الذات؟ شوفي في طبقات الصمت تحدثت عن الهروب في كل مرة حسب الطبقة. يعني مثلا صديقتنا اللي تقول لك أنا لما أصمت يجيني هلع، فتقوم ايش؟ تطلع من حالة الصمت، لانه جاها هلع خلاص خافت، بالتالي هذه اقدر اقول انها خافت من مواجهة الذات، من الملفات السوداء المتلتلة اللي بتطلع، من الصناديق الموحشة اللي بتطلع، فهي خايفة. بس مو الكل يهرب من الصمت والسكون عشان الخوف، لانه لما تشوفين طبقات الصمت راح تكتشفين انه في ناس توقف تقول لك والله انا اطفالي برا، ما اقدر اكمل التجربة هذه اوكي. فبالتالي في قصة اخرى، في طاقة اخرى قاعدة تسحب، في اشياء كثير يعني يختلفون، ممكن نخوف وممكن لا، ممكن لافكار، ممكن لمادة، ممكن لمشاعر اخرى، كثير اشياء تخلي الشخص يهرب من الصمت والسكون. وفي كل طبقة قلت لك ليش يهربون وليش يكملون بعد. دكتورة لاحظت اني ما اصمت الا في الطبيعة، واغلب الوقت ادندن بصوت خافت بس ما اسكت. حبيبتي مرة محتاجة يعني كل الضجة، هل الكورس يناسبني؟ والله انا اشوف انه الكورس يناسب الجميع، لانه هذه الاداة من الممكن ان يستخدمها الجميع، بخلاف العزلة اللي هي اداة يستخدمها البعض لانها صعبة، لانها تحتاج تفرغ. الصمت لا، ما يحتاج، عادي مهما كانت حياتك مشغولة تقدر تضبط جدولك انك انت تستخدم هذه الأداة. فنعم اقول انه يعني راح تجربين شيء ثاني، ومبروك مقدما. صديقتي تقول مررت بمشاكل صعبة، كان صمتي مصدر قوة ورزانة لأشعر بثقة بالنفس وقربي من الله، هل نتيجة الصمت؟ الصمت من الممكن انه هو يعطي هذه القوة، لانه برضو مثل حالة العزلة، انه انت
تقدر تاخذ من 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 هذه العمليه كامله، تقدر تاخذ منها طاقه، تقدر تشحن زي ما نقول كذا شويه، تشحن طاقه شوي. لذلك على فكره كل الفلسفات عندها قصه صمت، كل الفلسفات اللي يعني تدعو للتطور وتطوير الذات، تطوير الروح، عندها موضوع الصمت في مكان ما، في زاويه ما كذا. فنعم هو يساعد على انك تثق بنفسك، يساعد على انك تجد قوتك، يساعد على انك انت تتصل بذاتك اكثر، تفهم نفسك اكثر، كثير كثير اشياء. رند حبيبتي تقول احس لو صمت بصير مملة مع اني احتاجه. اول شيء يا رند انا ما اتكلم عن موضوع انه انت تتكلم مع الناس ولا تصمت مع الناس، هذا مو موضوعي. موضوعي انه انا عندي اداة استخدمها بس، مو انت رايحة حفلة بعدين تصمتين. نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع، ممكن تكوني مملة نعم، بس نحن لا نتكلم عن هذه القصة. نحن لا نتكلم انه انت في اجتماع وتقرر انك تصمت وهذه هي اداة الصمت. نحن نتكلم عن اداة انت تقرر تحطها في الجدول تستخدمها، تالي ما لها دخل انه انت وسط مجموعة وتصمت. هل او خلنا نقول مثلا لو كان سؤالك انه انا لما اصمت راح اشعر بالملل، نعم في بعض الطبقات راح يكون فيها ملل، تحدثت عن هذا في طبقات الصمت، بعض الطبقات راح يكون في ملل، وبعض الاشخاص عندهم اختبارات مرتبطه بموضوع الملل لانهم ما وجدوا طريقهم، ما عندهم الشغف، ما يعرفون وين رايحين، فيملون. هم طول الوقت يعني ملين، بعدين تدخلهم صمت يعني يختبرون الملل اكثر، يصير الملل يعني كذا على الصدر. فاختبارهم لابد انهم يحلون هذه القصه، راح تمر في طبقات الصمت، وبعض الاشخاص يهربون من الصمت عشان الملل. مريم حبيبتي تقول هل السكون من الانوثه وماذا عن الصمت؟ السكون انوثه والصمت ذكوره، الصمت ذكوره، الانثى تتحدث اكثر والرجل يصمت اكثر، والرجل يتحرك أكثر والمرأة تسكن أكثر. ذلك هي طاقتين، ولما نحطهم مع بعض تكون تشكيلة يعني ممتازة جدا، يعني تكون أداتين يشتغلون مع بعض بطريقة كثير جميلة. نوال حبيبتي تقول جربت الصمت عن الكلام 3 أيام، تغيرت طاقة بيتي وأطفالي صاروا أكثر هدوء. أكيد بدون أدنى شك، يمكن بس هذا اللي أدركتي، بعد في كثير أشياء قاعدة تصير حولك يمكن أنت ما رصدتيها، لكن كثير أشياء ممكن تصير إذا صمتنا. هل أحد طبقات الصمت أسمع صوت نبضات قلبي أعلى من أي صوت آخر؟ فيه طبقات، في طبقة من طبقات الصمت اللي هي يبدأ موضوع عبرت عنه في الكورس ب وش قلت عنه، اللي هو الصوت الكاموني، يعني تبدأ الأصوات اللي كانت في مستوى درجة مختلفة تبدأ تكون حاضرة، يعني أشياء كانت طبقتها ما هي في نفس طبقتك وانت متحرك وانت متحدث، فلما تصمت وتسكت تبين أصوات ما كانت هي موجودة طول الوقت، زي صوت قلبك هو موجود طول الوقت بس انت ما تقدر تسمعه وانت تتكلم وتتحرك، بس لما تصمت وتسكت تبدأ تبين كل هذه الأصوات، تطلع على السطح واحد ورا الثاني. عاد في ناس تخاف، في ناس ترتبك، في ناس عادي، في ناس تستمتع، في ناس تقعد تسمع شوية، تسمع زيادة وهكذا. مارلين حبيبتي تقول أنا أتكلم كثير حتى لو كنت لحالي وعن كل شيء، كيف أقدر أعمل الصمت؟ أي في ناس يعني أذكر واحدة تحكي لي عن صديقتها تقول إنها طول الوقت تتكلم حتى لو هي مثلا مع نفسها تقول إيش تسوين مثلا، إيش تسوين الآن يا سمية، الآن تسوين كذا، أوكي وإيش تشربين، الله على المشروب، كله هذا بصوت عالي كأنها تحكي لنفسها القصة وعايشة القصة وتعطي نفسها تفاصيل. طبعا تفاجأت لما يعني عرفت عن هذول الناس، بس يعني اكيد تجربة الصمت مع هذول راح تكون يعني الفوائد مضاعفة لهم، انهم هم يعني يدخلون ذبذبة جديدة ما سبق انهم دخلوها، هم اكثر الناس يمكن احتياجا لهذا.
كيف أقدر أعمل الصمت؟ تحدثت في الكورس عن الخطوات اللي ممكن أنت تمشين فيها عشان تدخلين حالة الصمت. إذا ما تبغين تحضرين تقدرين تبحثين مثلا في اليوتيوب، تبحثين عن كتب، أكيد في كتب، يعني تبحثين في أي مكان بحيث أنه أنت يعني تاخذين الخطوات خطوة خطوة وتوصلين لحالة الصمت. بس الموضوع يحتاج له يعني تطبيق وشغل. أقترح عليك أنك تحضرين الصمت والسكون. هل التأمل يوصل أسرع للسكون أو الصمت؟ شوفي، التأمل شوية يعني عنده طرق ومرات اشتراطات. الصمت لا، الصمت أسهل من التأمل. الصمت أسهل من التأمل. لما تحطين الصمت والسكون مع بعض فراح يعطيك نتائج أقوى. خلنا نقول يمكن كل مثلا ممكن انه احنا ما نهتم في موضوع التنفس في الصمت، ما نهتم في موضوع انت كيف قاعد، وين قاعد، وين يدك رايحة، وين رجلك رايحة، وين وجهك موجود، وين كل هذه التفاصيل مو مهمة في موضوع الصمت. الصمت فقط مرتبط بموضوع انك انت تسكت وتخلي الاجواء برا صامتة. في التأمل في تأملات فيها غنى، في تأملات فيها صوت من برا، يعني مثلا يفتحون موسيقى مثلا منخفضة أو مثلا يضربون شيء ويكون في صوت. القصة الرئيسية المرتبطة في موضوع الصوت، الصمت هو موضوع الصوت، هو موضوع الصوت، إنه أنت تبغى تدير عملية الصوت، تبغى تحل موضوع الصوت، تبغى تاخذ طبقات أعمق من الصوت. وبناء عليه هي مرتبطة بالأجساد، بناء عليه تفهم الحياة بطريقة أخرى، تتطور الأجساد الأخرى. أي أنا بحفظ البث بس أنا ما أعرف من اللي يزعل علينا هذا. ما علاقة الصمت والسكون بالتنظيف؟ الصمت والسكون له نتائج كثيرة. واحد من النتائج اللي ممكن يسويها الصمت انه ينظف المشاعر اللي السلبية اللي موجودة في الداخل. لانه لما تصمت زي ما قلت لك هي طبقات، بعض الطبقات هذه تكون طبقات تنظيف، فتطلع لك المشاعر السلبية على الطاولة وتحتاج انك انت تتفهم معها. ففي علاقة، نعم.